السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا شباب، معكم محمد من جيمرز ناك وراح أقدم لكم فقرة ألعاب شهر فبراير. إن شاء الله راح أستمر في تقديم هذه الفقرة وأتمنى تعجبكم. أذكركم بدعم القناة باللايك والاشتراك ونشر هذا المقطع لأصدقائكم علشان ما يفوتهم شيء، وخلونا نبدأ. أول لعبة عندنا هذا الشهر واللي ترجع لنا مرة ثانية لعبة الأكشن والمغامرات Shadow of the Colossus، حصرية البلايستيشن 4 بنسخة ريميك أو نسخة معادة التطوير من الصفر تقريبا، من تعديل الرسومات وأجواء اللعبة والأصوات وأشياء كثيرة. اللعبة فيها مغامرة أسطورية وقصة نوعا ما بسيطة لكنها مشوقة وعميقة، وحوش عملاقة والغاز ممتعة. اللعبة اعتبرها شخصيا من أفضل الألعاب بالتاريخ وحصلت على جوائز كثيرة من كثير من المواقع. الكثير انتظرها منا وأنصح باللي لعبوها واللي ما جربوها أنهم يأخذونها ويجربونها بنفسهم. اللعبة تصدر بتاريخ 6 فبراير. ثاني لعبة عندنا لعبة The Seven Deadly Sins Knights of Britannia، لعبة مبنية أو مأخوذة من المانجا والأنمي الشهير The Seven Deadly Sins من تطوير المبدعين نامكو بانداي اللي اشتهرت بالإبداع في ألعاب الأنمي. اللعبة أول مرة تصدر على الأجهزة المنزلية، نظامها أكشن ومغامرات ومائلة لنظام الألعاب القتالية. تتميز برسوم جميلة وطريقة لعب مميزة وفيها أطوار متعددة مثل طول المغامرات والقتال. اللعبة قادمة تاريخ 9 فبراير حصريا على البلاي ستيشن 4. ترجع لنا لعبة الهاك اند سلاش الشهيرة دينستي ووريرز بالجزء التاسع، وهالجزء راح يكون فيه اختلافات واشياء جديدة كالعالم المفتوح اللي فيه اماكن مختلفة وممكن تتنقل فيه بكل حرية والوصول لمسافات بعيدة سواء بالمشي او السباحة او على ظهر الحصان. في خريطة كبيرة تحتوي على دائرة الليل والنهار وعوامل طقس مختلفة. اللعبة راح يكون فيها كل الشخصيات اللي يصل عددها 90 شخصية تقريبا، القديم منها وبعض الشخصيات الجديدة، في قصة مليئة بالاحداث والحروب وكل شخصية لها سلاح وطريقة قتال مميزة وتقدر تقاتل وتنهي المهمات على مزاجك بالهجوم والأكشن أو عن طريق التخفي. هالجزء راح يكون مميز عن كل الأجزاء اللي قبله وأعتقد راح يعجب سواء اللي يحبون اللعبة أو اللي ما جربوها. Dynasty Warriors 9 راح تصدر تاريخ 13 فبراير على البلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 والكمبيوتر. لعبة Kingdom Come Deliverance لعبة RPG بالمنظور الأول في عالم مفتوح وضخم في العصور الوسطى، ويعتبر هذا الجزء الأول لها. نظام اللعبة أقرب إلى الواقع، فيها طرق قتالية واقعية واستراتيجية تحتاج للتركيز، والقتال راح يكون فيه مواجهات من فارس إلى فارس أو أنك تكون في وسط اشتباك حربي بين جيشين. الجرافيكس اللعبة خيالي وجميل بفضل محرك كرايتك، ومن المميزات اللي في اللعبة أنها راح يكون فيها قصة فيها دراما وانتقام، ومن المتوقع أنها تكون حلوة وكبيرة لأنها تحتوي على خيارات في الحوارات وقرارات يختارها اللاعب مع مجريات وأحداث القصة. اللعبة قادمة على البلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 والكمبيوتر في تاريخ 13 فبراير. على نينتندو سويتش في هذا الشهر ترجع لنا لعبة الأكشن والهاكن سلاش الرائعة بايونيتا في جزءها الأول والثاني. اللعبة هذه غنية عن التعريف وحاصلة على تقايم عالية في أغلب المواقع، واللعبة من تطوير استوديو بلاتينوم جيمز المبدع. اللعبة فيها إبداع في نظام القتال الرائع والأكشن وعدد الوحوش المختلفة، لكن من الممكن أنها تكون مملة من ناحية القصة والكوميديا السخيفة اللي فيها. هاللعبتين موجهين للي يحبون ألعاب الأكشن والهاكن سلاش، وراح تكون تجربة مميزة للي يلعبها واللي ما لعبها من قبل على جهاز نينتندو سويتش. الجزئين الأول والثاني إصدارهم على نينتندو سويتش تاريخ 16 فبراير. لعبة Metal Gear Survive لعبة أكشن مغامرات وصراع على البقاء من تطوير كونامي، تقع أحداثها في عالم Metal Gear ما بين أحداث قصة Ground Zeroes والجزء الخامس The Phantom Pain. نظام اللعبة بالمنظور الثالث وطريقة اللعب في عالم مفتوح، تحتوي اللعبة على قصة لكن التركيز الكبير على نظام الأونلاين التعاوني، وهدف اللعبة
هو البقاء وحماية القاعدة من الزومبيز أو المخلوقات الكريستالية. طريقة اللعب حلوة، يروح اللاعبين في رحلة في عالم اللعبة وفي تعاون في جمع المصادر لصناعة الأسلحة والحمايات للقاعدة. بعيدا عن الدراما والتعصب مع كوجيما، اللعبة أشوف أنها من أفضل ألعاب الشهر بعد ما جربناها بنفسنا، واللي وده يشوف تجربتنا يلقى الرابط تحت في الديسكريبشن. اللعبة تستحق التجربة وراح تكون ممتعة مع الأصدقاء. Metal Gear Survive قادم على البلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 والكمبيوتر في 20 فبراير. لعبة موس، لعبة عالم افتراضي حصرية على البلايستيشن 4 باستخدام بلايستيشن VR. فكرة اللعبة جديدة وحلوة، وطريقة اللعب بالمنظور الأول أو First Person View، ومعاك فار باللعبة، وهدف اللعبة أنك تساعد الفار في تخطي العقبات من حل الألغاز والتغيير في البيئة اللي حول الفار عشان تكون لصالحه في القتال. الجميل باللعبة أن الفار يدري بوجودك ويحاول يتواصل معاك بلغة الإشارة البسيطة علشان تتعاون معاه في مجريات اللعبة. إصدار اللعبة حصريا على البلايستيشن 4 في تاريخ 27 فبراير. وفي ألعاب ثانية في هذا الشهر تستحق الذكر، مثل Final Fantasy 12 The Zodiac Age، كلاسيكية البلايستيشن 2 بنسخة محسنة واللي تم إصدارها على البلايستيشن 4 مؤخرا، لكن هالشهر تنزل على الكمبيوتر في أول شهر فبراير. ولعبة EA Sport UFC 3 اللي راح تنزل على البلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 تاريخ 2 فبراير. وآخر لعبة اللي هي Dragon Quest Builders حصريا على النينتندو سويتش وراح تنزل في تاريخ 9 فبراير. كانت هذه ألعاب شهر فبراير، وأبيكم تذكرون شنو أكثر لعبة متحمسين لها في التعليقات. أتمنى عجبكم المقطع واستفدتوا منه، وكل نبي منكم دعم للقناة باللايك والنشر لأصدقائكم الجيمرز. كان معاكم محمد من جيمر سناك، ومع السلامة.